مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بكم في الفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة. وبيشرفني في هذه الفقرة أن يكون معايا أحد نجوم كرة القدم المصرية ونجم النادي الأهلي الأسبق، الكابتن محمود صالح. كابتن محمود برحب بيك، أهلا بيك في بيتك في قناة الأهلي. الله يخليك. الله يخليك يا أستاذ محمد. أولا طبعا يعني خلال الفترة الحالية مباراة الترجي التونسي والأهلي في نهائي إفريقيا، طبعا خلاص يعني المباراة منذ أيام قليلة، لكن بالتأكيد بنتابع أحداثها خلال الفترة الحالية. تقييمك لهذه المباراة الفنية، وما هي الإيجابيات اللي ممكن نستفيد منها من خلال هذه المباراة للمرحلة القادمة واستعادة الفريق خلال المرحلة القادمة، وعنده أحداث كثيرة، عنده بطولة عربية وعنده دوري عام وكأس مصر وبطولة أفريقية أيضا تنطلق الشهر القادم. هو ما فيش شك، برغم فوزنا في اللقاء الأول 3-0، الحقيقة كانت نتيجة كويسة ونتيجة مطمئنة ونتيجة ممكن يعني تدينا فرصة كبيرة أول الحصول على البطولة. إنما ما ننساش برضو كان في مشاكل قبل المباراة النهائية، مباراة الإياب أو مباراة الذهاب، الإصابات كانت كتيرة ما فيش شك، لازم نتكلم السلبيات اللي أثرت على مستوى أو في عدم حصولنا على البطولة. الإصابات كانت كتيرة الحقيقة، يعني حتى الإصابات يمكن كانت بتاخد فترات طويلة في العلاج وعودة اللاعب للفورمة الرياضية من جديد بتاخد وقت كبير جدا. يعني دي اعتقد المسؤولين في النادي اعتقد هيدرسوا او درسوا الموضوع دوت، يعني ايه اسباب الاصابات الكتيره حقيقه، وايه اسباب ان حتى مده شفاء اللاعبين وعودتهم للفورمه الرياضيه واشتراكهم في التدريب وبعد كده يشاركوا في المباريات الرسميه الحقيقه اخذت وقت كبير. فدي نقطه اعتقد دي كانت نقطه سلبيه الحقيقه. النقطة الثانية يمكن كلنا متفقين عليها والنادي الأهلي بيبحثها دلوقتي سواء مجلس إدارة أو لجنة الكورة، في التدعيم كان المفروض يكون بشكل أفضل طبعا ما فيش شك، تدعيم النادي بعناصر جديدة. النادي الأهلي مش نادي عادي، النادي الأهلي طبعا بيبحث دايما على البطولات، عنده هدف إن كل البطولات اللي اشترك فيها بينافس عليها، عنده هدف وعنده إصرار يعني ان هو يفوز بالبطولات دي، فمهم جدا التدعيم دوت الحقيقه. اعتقد يعني لازم في فتره يناير دي، انا عارف الفتره المده ضيقه وفتره صعبه الحقيقه، انما بعتقد هي ممكن الموضوع ده مدروس من فتره طويله وهم يعني على التنفيذ دي، يعني يمكن دي هتسهل شويه في انضمام عناصر مميزه الحقيقه ان شاء الله باذن الله للفريق الاول. طب دول النقطتين السلبيتين الحقيقه اللي اثروا على عدم حصول النادي على البطوله. طيب حضرتك احد نجوم كره القدم الكبار في النادي الاهلي، ازاي الاهلي يتخطى المرحله الحاليه وان شاء الله يكون قادر على تخطي هذه المرحله؟ عنده مباراه الوصل الاماراتي كمان اسبوع، يعني مباراه يوم 22 في الامارات في البطوله العربيه، بعدها على طول باربعه ايام بطوله ايضا كاس السوبر المصري السعودي مع اتحاد جده، انطلاق الدوري بالنسبه للاهلي اول 12، وعندك بطوله افريقيه في منتصف ديسمبر، فالاحداث متلاحقه والمباريات متلاحقه. التوقيت الحالي يتخطى المرحله ازاي؟ مباراه صعبه مفيش شك، او ظروف صعبه بنمر بيها الحقيقه، ضغوط المباراه بشكل كبير وبطولات مختلفه الحقيقه. انت بتلعب على افريقيا البطوله الجديده، وعندك بطوله العرب، وعندك دوري عام، وعندك كاس مصر، تقريبا يعني يمكن اربع بطولات بتلعب عليهم. برضو الاسباب الاصابات دي طبعا هتاثر عليك بشكل كبير بشكل سلبي طبعا ما فيش شك. مهم جدا بقى، هي ما قدامكش حل ولا خيار غير موضوع تدوير اللاعبين، الاهتمام بالعناصر البعيده شويه عن الاشتراك سواء المتواجده مع الفريق الاول، فريق برضه 97 اعتقد في عناصر تقدر تخش في توقيت معين في مباراه تبقى مناسبه بالنسبه لهم من حيث اهميتها او من حيث مستوى المنافس تقدر تعمل تدوير اللاعبين فيها. انما المهم جدا برضه يعني النقطه المهمه اللي لازم تتعمله، اعتقد هم قادرين ان هم يعني الجهاز الفني الموجود والمسؤولين على الاعداد البدني في الفريق ان تخطيط البرامج تتم بشكل كويس وما يبقاش شكل جماعي، لازم هي طبعا لان في لعيبه هتلعب النهارده، ما تيجي تعمل تدوير اللعيب اللي هيشترك دوت قدامه مثلا اربع خمس ايام او خمس اربع وحدات تدريبيه وهيشترك في المباراه بشكل اساسي، لازم يكون تخطيط التدريب بتاعه غير اللعيب اللي مش هيشترك، يعني هتلاقي لازم يكون هو محدد التشكيل الاساسي وبقيه المجموعه البدلاء يخشوا في المباراه دي والمباراه التاليه، بالتالي لازم يكون التخطيط البرنامج التدريبي للمجموعه دي يختلف تماما عن المجموعه دي، ان شاء الله حتى نعمل مجموعتين، يعني الشكل التدريبي يختلف ويبقى في اختلاف بسيط او في جزء من التدريب التخطيط البرنامج او الاحمال التدريبيه تختلف بين مجموعه وبين بعضها. هي طبعا هي ظروف صعبه والتخطيط صعب، غير طبعا ما انت يكون عندك وقت بين المباراه وبعضها
وان انك بتحط برنامج تدريبي لكل اللاعبين بيكون برنامج واحد موحد لكل اللاعبين. انما انا بعتقد هي الفتره ديت محتاجه انك المجموعات التدريبيه تبقى في مجموعات للتدريبيه، فدي نقطه مهمه جدا في تنظيم تخطيط الاحمال التدريبيه. طيب ايضا الاعداد النفسي يا كابتن محمود، الاعداد النفسي في التوقيت الحالي شايفه برضو ازاي بالنسبه للمرحله الحاليه؟ يمكن النهارده كان اول تدريب لفريق النادي الاهلي بعد العوده من تونس، الملامح اللي ممكن تتقال في التوقيت الحالي ما بين الجهاز الفني واللعيبه لتخطي هذه المرحله؟ ما فيش شك برضو الاعداد النفسي مهم جدا الحقيقه، مهم جدا تعرف شخصيه اللاعب. في لعيب يقدر يستعيد ثقته بنفسه، يقدر ثقته في زمايله، الثقه بين اللاعبين وبين الاجهزه الفنيه والجهاز الفني مهم جدا. يعني الاكتشاف شخصيه اللاعب مهم جدا، وعلى هذا الاساس بتبقى انت دورك كجهاز فني انك ازاي تعمل اعداد نفسي للمباراه القادمه، للبطوله القادمه. في حاجات بتبقى بتتقال بشكل عام، يعني في نقاط انت بتقولها بشكل عام للاعبين كلهم، وفي نقاط بتبقى بشكل يعني انك حاجات فرديه يكون تتعامل مع اللعيبه واجتماعات بشكل فردي. في نقاط اساسيه تقدر تاثر في كل اللعيبه بيها، مجموعه كلها تتكلم فيها، وبعد ذلك بتبقى في النقط اللي هي بتتعامل بيها بشكل فردي مع اللاعبين. دي نقط مهمه بتمنى يعني ديت الاهتمام بيها، ودي دور مش المدير الفني طبعا، المدير الفني والاجهزه الفنيه المساعده ليه عليهم عبء كبير وعبء مهم جدا، ودور كمان على فكره اللاعبين القدامى اللي هم اصحاب خبرات وشخصيات قياديه في الفريق، دول لهم دور كبير قوي في الحاله النفسيه وعوده الثقه للاعبين في انفسهم وفي زمايلهم، والثقه بين اللاعبين وبين الاجهزه الفنيه. وانا لو تذكر السنين اللي بدانا نلعب فيها مع بدايه الثمانينات الحقيقه كنا احنا محظوظين الحقيقه في الشخصيات كلها اللي كانت موجوده في الفرق، الكباتن الكبار الكابتن مصطفى عبده، الكابتن الخطيب، الكابتن ثابت البطل، الكابتن مصطفى يونس كان كابتن الفريق، كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل. يعني في عناصر الحقيقه كبيره، الحقيقه كانت شخصيات كويسه وشخصيات قياديه كان دايما بيجتمعوا معانا الحقيقه ويتكلموا معانا بشكل فردي وشكل جماعي. يعني ما انساش دي نقطه مهمه جدا ومهمه كبيره، يعني على عاتق الكباتن الكبار اصحاب الخبره الشخصيات القياديه في الملعب او في الفريق الحقيقه عليها دور كبير قوي في الاعداد النفسي للفريق ككل. طيب كابتن محمود، قبل الخوض في تفاصيل كثيره متعلقه بالمرحله القادمه لفريق النادي الاهلي، وبالتاكيد عندنا احاديث عن البطوله الافريقيه والارقام والاحصائيات اللي ممكن نخرج ونستفيد منها للمرحله القادمه، في زياره كانت مهمه جدا يعني تمت خلال الثلاثه ايام الماضيه للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن حسام غالي منسق قطاع كره القدم، والكابتن محمد فرد، والكابتن امير توفيق مدير التسويق. زياره كانت مهمه لنادي ريال مدريد للتعرف على صناعه كره القدم والاهميه وجود الشركات المحترفه اللي بتدير كره القدم، وايضا كانت زياره مهمه ليه كمان ملعب سانتياغو برنابيو وملعب نادي ريال مدريد، فيها تفاصيل كثيره زي ما انتم شايفين قدام دلوقتي على الصوره. يعني زي ما انتم شايفين قدامنا طبعا كانت زياره مهمه جدا، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره كانت في زياره مهمه جدا في نادي ريال مدريد، في استفاده من امور كثيره جدا ممكن تنعكس على اداره النادي الاهلي خلال الفتره القادمه وقطاع كره القدم. ايضا زياره لمتحف نادي ريال مدريد، غرفه خلع الملابس، شايفين طبعا الوفد الرسمي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره والملقب بوزير خارجيه الاهلي، الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات، كابتن حسام غالي منسق قطاع الكره، الكابتن امير توفيق مدير التسويق. فيها استفاده كثيره جدا، ويعني زياره جايه في وقتها تمت خلال الفترات الاخيره، يمكن حتى منذ حوالي شهر او شهرين كانت في زياره اخرى للكابتن حسام غالي والكابتن امير توفيق، حضروا مؤتمر كان مهم جدا في اسبانيا، مؤتمر لنادي ريال مدريد عن صناعه كره القدم وكيفيه استفاده ادارات الانديه من صناعه كره القدم ووضع ميزانيات للصرف على كره القدم بشكل ايجابي، كيف تجلب لاعبين، الفوائد الاستثماريه اللي ممكن تستفيد منها من خلال صناعه كره القدم. ونادي ريال مدريد من الانديه الكبيره بالتاكيد في اوروبا، وعندها يعني مشوار مهم جدا في هذا الملف، والنادي الاهلي ايضا كمان قدر الامكان بيحاول يسابق الزمن ودايما بيتواجد في مصاف الانديه العالميه وبيحاول يتواجد بشكل مهم جدا في هذه المسائل، ودايما بيحب او يعني دايما مسؤول النادي الاهلي بيحب يطلعوا دايما على صناعه كره القدم والمؤتمرات اللي بتحصل في اوروبا، عشان النادي الاهلي دايما ماشي في مرحله زي ما هو بيسعى ان يكون اكثر تتويجا على مستوى العالم في البطولات القاريه. ايضا اداره الملف الرياضي واداره ملف كره القدم سواء على المستوى الفني او على المستوى
التسويقي أو حتى على المستوى الإداري، لازم نمشي بشكل محترف في تنفيذ هذه الرؤية من خلال هذه الإدارات المختلفة، من استراتيجية بضعها مجلس الإدارة مع الشغل الإداري اللي بيتم داخل قطاع كرة القدم. كابتن محمود، يعني في التوقيت الحالي رغم أنك ممكن بتفقد بطولة، لكن في تفكير دايما مختلف أنك بتشوف العالم ماشي إزاي عشان تفضل مواكب للحدث، ولو عندك قصور أو سلبيات في نقاط معينة بتحاول تتفاداها عشان المرحلة القادمة. هو طبعا زيارة مهمة مفيش شك، بس في نقطة مهمة بقى، يعني لازم لصناعة كوادر بقى في النادي سواء على مستوى التدريب على مستوى الإدارة على مستوى التسويق، مهم جدا حضور بقى دورات تدريبية، بس يتحط لها تخطيط معين. احنا ما يبقاش احنا بنيجي ندور على حد في التسويق او حتى في الإدارة بنفكر، احنا مش عايزين نفكر، لازم يكون في كوادر موجودة بنعدها بفترات سابقة بحيث في الوقت المناسب يقدر يسد الفراغ اللي طرق لأي سبب من الأسباب، المسؤول عن في التدريب او مسؤول في التسويق او في الإدارة خرج النادي يشتغل في مكان آخر، يعني أي سبب من كان، مهم جدا الكوادر دي تبقى موجودة وتبقى جاهزة وتبقى حضرة دورات تدريبية وتثقفت الحقيقة، وزي ما قلت يكون لها تخطيط كويس، يتحط تخطيط لسنوات، يعني عشان نعمل كوادر، الكوادر دي بتعمل في سنوات، مش عايزين تبقى زيارة أو يعني دورة تدريبية أو مؤتمر يعني بيتم بشكل يعني بالصدفة أو يعني لا، بيتم التنسيق من خلال الإدارات المعنية في الملف ده، لأن كان حتى يعني عايز أقول لك مؤتمر صناعة كرة القدم يا كابتن محمود كان من حوالي شهرين كان موجود في أسبانيا، يمكن دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة كان سافر إلى أسبانيا في فترة معينة وحضر ممثل عن إدارة النادي الأهلي وكان بيشارك في إلقاء كلمة متعلقة بالنادي الأهلي في مؤتمر صناعة كرة القدم، ثم عقب هذا المؤتمر كان في سفر متخصصين في هذا الملف، كابتن حسام غالي والكابتن أمير توفيق مدير التسويق، واتكلموا أيضا وحضروا ورشة عمل لمؤتمر صناعة كرة القدم، ثم عقبها زيارة ثالثة. كل هذه الأطر بالتأكيد بيتم التخطيط ليها عشان في الآخر تلاقي منتج إيجابي للمرحلة القادمة. أنا بتكلم بشكل عام، يعني مقصودش يعني النادي الأهلي بشكل خاص، يعني أقول رأيي بشكل عام، يعني نخلي الكلام الناس كلها تستفيد منه، كل الأندية تستفيد منه. ومهم جدا كمان اللي بيحضر دورة تدريبية في أي مجال، يعني تسويق أو إدارة أو تدريب، مهم جدا ينقل برضه لزمايله الخبرات دي، بيقعد أسبوع أسبوعين ثلاثة بيحضر هذه الدورة بيستفيد منها، مهم جدا. يعني مثلا مدرب حضر دورة تدريبية في أي نادي كبير، حقيقة طبعا مفيش شك هتبقى لها فايدة كبيرة عليه بشكل شخصي، يجي وبرضه يقول لزمايله في قطاعات الناشئين مثلا ويحضر معاهم وبرضه يحاول بقدر الإمكان ينقل دورة، عايزين نتبادل الخبرات الحقيقة، وما تبقاش مقفوله الاداره لوحدها والتسويق لوحده والتدريب لوحده، مهم جدا لان في النهايه برضو العمل هتلاقيه مشترك. فالنقطه دي مهمه، الخبرات اللي بناخدها من الخارج نستفيد بيها الموجود في الداخل، في حضور برضو نعمل مؤتمر، مش عايز اتقال بشكل مؤتمر، يعمل ندوات محاضرات لزمايله، ومش لازم يكون في نفس التخصص، يحضرها المدربين ويحضرها الاداره ويحضرها اللي شغالين في اداره التسويق، الحقيقه مفيش شك هتعود، يعني عايز يعني يبقى العمل فيه اشتراك كده، يعني هارموني وتبادل معلومات في كل المجالات. أكيد. هو انا لو مدرب وحضرتك رحت دوره تدريبيه مثلا في التسويق، ما اكيد انا هستفيد بيها، يعني في النهايه هتلاقي الادارات دي في نقطه بتكمل بعضها، في نقاط مشتركه بينهم. فانا اتمنى المجموعه اللي سافرت تيجي تدي محاضرات برضو لزمايلها في النادي، ما فيش شك هترجع تعب الاستفاده الكبيره على كل الناس، ودي نقطه مهمه، وزي ما قلت في البدايه اللي هو صنع الكوادر نجهزهم من بدري، عشان زي ما انت عندك لعيب مثلا حارس مرمى وفي احتمال ان هو مثلا سنتين ثلاثة ويعتزل، انت لازم تكون مجهز البديل بتاعه في التدريب، ويعني مين هيسد الفراغ بتاعه، يكون كل الحاجات دي جاهزة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. طيب عايز اطلع ببطولة افريقيا، وانا عايز اعرف ايجابيات وسلبيات عشان استفيد من المرحلة القادمة. يمكن الاحصائيات الفنية اللي بيضعها الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي بتدي انعكاس لشكل البطولة بشكل عام، سواء في مستوى الفرقة او حتى على المستوى الخاص بفريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي على مدار البطولة في احصائية خرجت من الاتحاد الافريقي وعلى الموقع الرسمي بتتكلم على يعني نسبة نجاحك في الهجمات المرتدة، الكرات الثابتة، ضربات الجزاء، ونسبة نجاحك في هذا الأرقام، الالتحامات واستخلاص الكرة. لو هديك أرقام يا كابتن محمود وتبني عليها بالنسبة للواقع خلال الفترة القادمة، يعني في مسألة الالتحامات واستخلاص الكرة، الأهلي على مدار البطولة نجح بنسبة 51% في موضوع استخلاص الكرة والالتحامات البدنية. استاذن حضرتك رد على نقطة ونقطة؟ اتفضل. النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات، هو نادي القرن على مستوى القاره الافريقيه واكبر نادي في الوطن العربي وفي افريقيا، ودايما بيسعى وعنده امل وعنده طموح يحصل على كل البطولات اللي بيشترك فيها. لا، نسبه الالتحامات اعتقد لو انت حضرتك قلت 51% نسبه قليله، كنادي نادي بطولات دي نسبه قليله، وانا بعتقد ان احنا
الناحيه البدنيه برضو او النمط الجسماني او التكوين الجسماني للاعبين عندنا قليل شويه. دي نقطه لازم يعني نهتم بيها من مدرسه الكوره، يعني دي مهم جدا. يعني حتى على مستوى المنتخب المصري احنا بنعاني في الالتحامات خصوصا في الكرات العاليه بنلعب فرق زي السنغال والكاميرون، بتشوف بقى الفرق في المستوى النمط الجسماني والتكوين الجسماني للاعبين. لا في يعني في فرق كبير قوي لصالح هذه الفرق، سواء حتى على مش على مستوى المنتخب مصر، حتى على مستوى الانديه. فدي مؤشر كويس جدا، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. لازم الحاجات دي يعني لازم نهتم شويه بالجانب العلمي العلمي العلمي، نجيب احصاءات دي بتطلع منها انت نتائج وتقدر تشتغل عليها. يعني موضوع الالتحامات دي يعني يخلينا نهتم بالجانب النواحي البدنيه، سواء على الناحيه الوراثيه للاعب او شكل التدريبات اللي احنا بنشتغل عليها، ازاي يبقى الاعداد حتى لو اللاعب عنده نقص في حاجه معينه من النواحي البدنيه ازاي اقدر اعوضها له، او بقدر الامكان اوصل لاعلى مستوى ممكن من خلال البرامج التدريبيه. طيب برضو في جزئيه المتعلقه بالكرات العرضيه، الكورسات اللي بتعمل في الكرات العرضيه مع ضربات الجزاء، نسبه النجاح في الكرات العرضيه حوالي 38%، وضربات الجزاء كان في البطوله احتسبت لك 6 ضربات جزاء احرزت 6 اهداف فنسبه 100%. ما بين الكرات العرضيه وضربات الجزاء نسبه النجاح فيهم برضو بتقصها جدا كويس؟ طبعا انت ده نسبه 100% اكيد نسبه جيده. يعني الكورسات اللي انت استفدت منها بشكل ايجابي. انت بتتكلم في حاله هجوميه ولا دفاعيه؟ النسبه حاله هجوميه. في حاله هجوميه هي اعتقد معقوله، يعني 36% انك يعني تقدر تنجح في الالتحامات، انك تفوز، انك تلعب ضربات الراس بنسبه 36% في الناحيه الهجوميه اكيد هي نسبه جيده. بس لو حسبناها نسبه ديت في الناحيه الدفاعيه طبعا اكيد هتبقى نسبه غير جيده تماما، المفروض تكون اعلى من كده. ده هي متعلقه بس في الناحيه الهجوميه، في الكرات العرضيه في الناحيه الهجوميه بالظبط. استخلاص ونسبه التهديف، دي عندك نسبه تهديف منها ولا لا؟ لا مش نسبه التهديف، هي بس نسبه النجاح في الكورسات اللي هي الكرات العرضيه، وقدرت تحرز منها اهداف او استفدت منها على الثلاث خشبات. نسبه جيده، اعتقد نسبه جيده. يعني هو ما نقدرش نقول نسبه عاليه بالنسبه برده لفريق النادي الاهلي اللي هو افضل نادي في افريقيا والنادي برضو اللي بيسعى لكل البطولات، اعتقد ممكن دي تزيد شويه. بتقيس الارقام دي بمستوى البطوله على المستوى الفني؟ بس هي طبعا هي عايزه تحليل وعايزه مقارنات. انت ما عندكش مقارنات بالفرق الاخرى طبعا. يعني انت لازم تعرف اعلى معدل ايه. يعني انا ما يبقاش عندي مثلا منتخب مصر بس، لا اجيب المنتخبات القمه برضو اللي معايا، السنغال، غانا، نيجيريا، الدول العربيه في الشمال الافريقي، المغرب، وتقيس يعني اكبر فرقه واقل فرقه، وتقدر تعمل مقارنات. دي اعتقد دي هتبقى بشكل علمي افضل وبشكل دقيق افضل، وتقدر تطلع بنتائج، وهي هتخليك تغير، ممكن تخليك تغير شكل التدريب بتاعك. يعني لما اجي احط برنامج انا عندي شايف ان في ضعف في الهجمات المرتده، لازم يبقى تركيز ايه العيوب اللي عندي في الهجمات المرتده؟ هل عندي ضعف في السرعات؟ هل عندي ضعف في العدد اللاعبين، الكثافه العدديه اللي بتتحول من الدفاع للهجوم قد ايه؟ هل بلعب على العرض الملعب كله ولا بتجه بشتغل على الكره الجنب اللي فيه الكوره؟ كل الحاجات دي عايزه تحليل وعايزه تفسير، بس مهم جدا يكون عندك الارقام اللي هي في القمه وتقدر تخطط عليها. طيب التسديد والهجمات المرتده، انت على مستوى التسديد يعني نسبه نجاحك في التسديد على المرمى، الكرات اللي دخلت ما بين الثلاث خشبات نسبه النجاح فيها 51.2%، والكونتر اتاك نسبه النجاح فيها 36%. النقطتين هربطهم بالاداء الفني لفريق النادي الاهلي، ده بيعتمد على التسديد، بيعتمد على الكورسات، لكن الهجمات المرتده الاداء الاهلي الفني مختلف تماما عن الفرق اللي بتلعب دفاع وهجمه مرتده. بتقيس برضه الرقم ازاي؟ بس هو في نقطه يعني اقدر يعني المفروض تضاف، ما اعرفش هي موجوده في الاتحاد الافريقي او لا. انت حضرتك ذكرت ان التصويب على المرمى نجاح بنسبه 50 و51%. تمام، بس برضه محتاجين نقطه نسبه احراز الاهداف، يعني اللي نجحنا فيها في احراز هدف برضه تقدر، لازم عشان دي هتديك برضه مؤشرات كويسه ونقاط تقدر تقيسها. لو سددت 100 تسديده 51 تسديده كانت بين ثلاث خشبات، لكن كم تسديده دخلت المرمى؟ بالظبط، دي نقطه مهمه. ممكن اسدد 20 واسجل 2، ممكن اسجل 10 اسدد 10 واسجل 3. هنا لازم مهم جدا برضو النتائج ديت، يعني اللي انا نجحت فيها في احراز الهدف دي برضو لازم تكون موجوده. ولازم نرجع للنقطه اللي اتكلمنا فيها، مهم جدا تشتغل على القمه على الاقل على المستوى الافريقي ان تقدر توصل له وتتخطاه.
وصلت للنص. ما هي الاهداف يا استاذ محمد بتبقى متدرجه. انا عايز انافس ونافست وقدرت اوصل لاعلى مستوى على المستوى الافريقي، ليه ما اجيبش النسب ديت والتحليل ده من الاتحاد الاوروبي مثلا، شوف القيمه بتاعت افريقيا واشتغل عليها. بس انا هي بتبقى خطوات يعني. مهم لو احنا عندنا افضل نسبه على المستوى الافريقي قدرت اوصل لها اتخطاها، بعد كده يبقى عندي طموح طبعا اشوف على المستوى الاوروبي. هي كده طبعا انت عارف التطوير لازم يتم بخطوات متدرجه. اكيد مهم جدا، وارجو ان يكون معلومه وصلت. يعني الكلام عايز شرح كبير طبعا، بس انا بقدر عايز اختصر المفهوم بالظبط. طيب وانا بتكلم مع كابتن محمود صلاح هو برضه بيشير لهذه الارقام، لكن الكابتن محمود صلاح خلال الفتره القادمه او شهور قليله بيحضر لرساله دكتوراه متعلقه بنسبه مساهمه بعض مكونات الفورمة الرياضيه كمحددات في انتقاء العناصر في منتخب مصر للشباب تحت 19 سنه. ودي رساله الدكتوراه يمكن انا كنت ما قدرتش مع كابتن محمود، يعني جزئيه مهمه جدا للفورمه الرياضيه وده داخل فيها اطر كثيره جدا، فورمه بدنيه وفورمه فنيه فورمه ذهنيه كمان. هذه الارقام ومدى انعكاسها كمان بانك هتناقش رساله الدكتوراه كابتن محمود خلال الايام القليله القادمه او الشهور القادمه. هو برضه لازم نهتم بالعلم طبعا، ومهمه جدا الرسائل دي. ما هو للاسف احنا ما بنستفادش بالرسائل دي خالص. طب فكره بالنفس رساله حضرتك هي الرساله بتحط بتعمل مقاييس من الفورمه الرياضيه. المقصود بالفورمه الرياضيه بقدر اللي هي الناحيه الفنيه، الناحيه الفنيه المهاريه الخططيه البدنيه، الناحيه النفسيه الناحيه الذهنيه. مهم جدا بتعمل قياسات وبتشوف ايه اللي بيميز اللاعبين الدوليين اللي انت بتختارهم. على هذا الاساس مهم جدا يبقى عندك مسطره بتختار على اساس اللعيبه دي. ما يبقاش انا بختار منتخب ويبقى ناحيه بدنيه يعني ناحيه فنيه في الملعب بس. لازم عنده اسس اخطاء فيها، لان انت على فكره بتبقى التقييم الفني في الملعب غير كافي لاختيار لعيب المنتخب الحقيقي. فمهم جدا لازم يكون عندك قياسات بتقيس عليها، ودي برضو هتديك مؤشر للعيب. يعني لازم تحمل، لازم سرعه، اذا كانت حاجات في النواحي البدنيه، حاجات في النواحي الفنيه، في التصويب، في دقه التمرير، في دقه التسويب، في ضربات الراس. يعني بقدر الامكان دي بتحط انت اختبارات ومقاييس ليك. انت لما تيجي تختار هتفرق معاك كتير جدا في الاختيارات النهائيه دي، بحيث توصل يعني لافضل العناصر بشكل علمي وبشكل عملي. دي هتساعدك كتير قوي في انك توصل لاعلى مستويات. ليه اهتميت بالعنوان ده في رساله الدكتوراه يا كابتن محمود؟ لا انا على فكره انا يعني مش انا اللي اخترت العنوان واخترت الموضوع. يعني هو في الاستاذ الدكتور اشرف جابر، الاستاذ الدكتور صابر العدو، اساتذه كره القدم الحقيقه في كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان. تمام. جامعه حلوان طبعا هي الجامعه الام، فهم دول بيمثلوا القمه الحقيقه، مش في الكليه عندنا، في القمه على يعني على مستوى مصر، على كل كليات التربيه الرياضيه على مستوى مصر. دكتور اشرف جابر استاذ كره القدم والتدريب الرياضي، كذلك الاستاذ الدكتور صابي العدوي. بحب بس انوع على الشخصيات دي، يعني هم يستحقوا الحقيقه ان احنا ننوع عنهم الحقيقه. وفي نفس الوقت قبل ما اقول كده انا بشكرهم جدا ان كنت طلبت منهم هم يشرفوا عليا، هم بيمثلوا القمه الحقيقه. والحقيقه بروح طيبه جدا، هم يعني مشكورين جدا، وافقوا ان هم يعني يوافقوا ان هم يكونوا مشرفين عليا. الدكتور اشرف جابر الحقيقه اشتغل في نادي الزمالك عشرات السنين الحقيقه، بدايه من مارس الكوره للفريق الاول، ويعني ضرب او اوصل او كان ليه الفضل في اكتشاف وتطوير لاعبين كتار. يمكن عصام ابراهيم يوسف مرحوم، الكابتن ابراهيم يوسف الحقيقه الله يرحمه يعني بيمثل القمه سواء فنيا او حتى على المستوى الانساني. في كابتن سعيد الجداي، كابتن كتير، وكابتن ابراهيم ناصر، وكابتن ناصر ابراهيم، وحتى كابتن محمود عبد العزيز شيكابالا كان هو اكتشفه من كان في زمان مدرسه الموهوبين الحقيقه. واشرف على يمكن 100 رساله دكتوراه الحقيقه، سواء في الدكتوراه او الماجستير الحقيقه. يعني سي في يعني الحقيقه عظيم. كذلك برضو الدكتور صابر العدوي يمكن كان لاعب سابق في النادي الاهلي، وصل مرحله الشباب، يمكن فتره 67 يمكن دي عطلته شويه عن ان هو يكمل. يمكن عاصر مجموعه من النجوم الكبار اللي كملوا الحقيقه في الكوره، طبعا كابتن نادي ورئيس النادي الاهلي السابق كابتن حسن حمدي وكابتن عادل تعيمه.
وكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه يعني وعشرات اللاعبين، وكابتن صابر العدو برضو كان مدرب في الثمانينات الحقيقه الفريق الاول لنادي السكه الحديد في الدوري الممتاز. يعني انا شايف يعني انت كويس، انا بقول الكلام ده ليه في النهايه والسي في قوي مهم جدا، الشخصيات اللي هي على مستوى متميز من الناحيه العلميه مهم جدا نستفاد بيهم، مش معقوله بس هي ان احنا هم بيشاركوا وهم طبعا محاضرين في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي لكره القدم، مش دورات تدريبيه بس. انا بتمنى الانديه والمنتخبات تستفيد بيهم. يعني كانت خطوه كويسه مثلا اختيار الدكتور محمود سعد ان هو يبقى مدير فني للاتحاد، مهم بيجمع بين الممارسه وبين العلم. تمام. كان اختيار موفق، وبتمنى كل الناس في اساتذه كتير قوي نستفيد منه. احنا تعرضنا مثلا سوري تعرضنا لموضوع علم النفس، اساتذه كبيره علم النفس في يعني الاستاذ الكبير الدكتور محمد حسن علاوي ده على مستوى الوطن العربي كل الحقيقه، لازم نستفاد من الناس دي يعني. اكيد، وكل التوفيق ليك يا رب في رساله الدكتوراه، ويكون في استفاده كمان من العنصر الفورمه الرياضيه اللي داخل فيها افكار كثيره جدا للتطبيق على ارض الواقع في منتخبات الناشئين او الشباب تحديدا. طيب هنتقل من هذا الملف لملف النادي الاهلي خلال الفتره القادمه اللي بيستعد لمباراه الوصل الاماراتي. بقيمتك ومكانتك احد نجوم كره القدم في النادي الاهلي، ازاي نستفيد من المرحله السابقه ونتخطاها ونخرج خالص بره اطار البطوله الافريقيه ونستعد ذهنيا وفنيا للبطوله العربيه اللي خلاص مباراه بعد ايام قليله مع الوصل، وندع في الاعتبار نتيجه مباراه الذهاب اللي انتهت التعادل الايجابي 2-2؟ هو ما فيش شك، يعني انا شايف في مشكله في اجهاد، في اجهاد. اتكلم على الاجهاد الاول، بعد كده لو في نقطه ثانيه اتكلم عليها. الاجهاد ده يعني اجهاد بدني بس بقدر الامكان، بقدر الامكان يعني احنا في يعني اساليب متطوره شويه في استعاده في الاستشفاء يعني اللاعبين، يعني في اجهزه ممكن نستخدمها، واعتقد في جزء منها متوفر في النادي الاهلي، وفي متوفر في برضه في يعني انديه اخرى سواء في انديه الجيم او انديه تانية. دي مهم، انا شايف مهم جدا نستفيد منها، ولو في اساليب اخرى نطلع حد من بتوع مسؤولين اللياقه البدنيه او الاعداد البدني برضه الخارج، لو في اجهزه، في استجهزه بتساعد الاستشفاء دي بسرعه جدا للاعبين. اعتقد دي مش كامله قوي عندنا، المفروض توصل للكمال. دي نقطه مهمه جدا دي عشان ما يبقاش في اجهاد. النقطه الثانيه ما فيش شك كيفيه الوضع او تخطيط البرامج التدريبيه اللي انا عندي فتره قصيره 3 أيام أو 4 أيام وهشترك فيه عناصر. حتى لو بتعمل تدوير انت لا يمكن تغير ال 11 لاعب، انت بتغير نسبه قليله بحيث لا تؤثر على مستوى اللاعبين، انما ممكن تحط بدلاء قريبين من عناصر الاساسيه كمستوى، وفي نفس الوقت ما تاثرش على الفريق وتعمل هبوط في المستوى الفني ليهم. فالتبديل هيكون في حدود، فمهم جدا موضوع التخطيط. انا مش بقول في تقصير في البرامج يعني، بس مهم العنايه بيه قوي والتركيز عليه قوي، اللي هي العناصر سواء لو مستعملنا التدليك او في الساونا، يعني حاجات كتيره، الجاكوزي، يعني في حاجات كتيره، وفي حاجات اجهزه جديده ممكن تعمل ده. دي النقطه، والنقطه الثانيه تخطيط البرامج دي على الاقل لو اتعامل بشكل كويس جدا وتخططت بشكل جيد، موضوع الاجهاد ده هيقل بصوره كبيره جدا. النقطه الثانيه اللي واضح وخصوصا شعرنا بيها مع نهايه الشوط الاول طبعا مباراه الترجي، وبعد كده في النهايه نهايه المباراه الجون الثالث تقريبا في الوقت الضائع، يعني الحقيقه الناحيه الذهنيه بقى والنفسيه، انك ازاي يعني تحتفظ بتركيزك وانك تبذل اقصى جهد ليك لاخر ثانيه من المباراه. اعتقد دي فيها كسور من عند اللعيبه، محتاجه برضو دي جلسات نظريه، محتاجه التدريب نفسه. يعني انت يعني عايز ازود الناحيه النفسيه عند اللعيبه، يبقى خلاص في كناحيه تدريبيه ممكن نحط برامج تدريبيه فيها تنافس، تنافس ممكن من غير كوره في سبرنتات، تنافس بالكره ممكن اعمل مان تو مان في تدريبات مان تو مان في مساحات صغيره هتلاقي فيها ضغط كتير قوي وعايزه تركيز، مش كده برضو؟ اركز على الجانب الدفاعي والاخطاء الدفاعيه سواء لو بلعب دفاع ضد هجوم. يعني هي نقدر يعني احنا نرفع من المشاكل او نتغاضى او نتخلص من مشاكل النفسيه والمشاكل الذهنيه سواء بنواحي، مش هتبقى مش دكتور نفسي بس دوره إذا كان في دكتور نفسي يعني، لا في الملعب لازم يعني الحاجات اللي فيها تنافس يركز عليها عشان الناحية النفسية تزيد عند اللاعب.
اللعيبه فيها فروق فرديه بينها في تكوينها. في لعيب عنده يعني صفات اراديه رائعه، مثال مثلا احمد فتحي جه في ذهني، هو كان وائل جمعه كده في ذهني، ماشي مش كل اللعيبه كده، يبقى اكد في ناس عندها نقص في الحته دي، يبقى ركز. مهم جدا لما اجي اخطط للتدريب اشوف انا ابقى عارف هركز على مين بالظبط. عندي بعض اللاعبين عندهم نقص في كذا، في رد الفعل، في نواحي التحمل، تبقى الخريطه قدامي. ما اجي احط انزل الملعب بقى اركز على النقط دي، نقط يعني في فروق فرديه لازم اراعيها ولازم اركز عليها. طيب. مهمه جدا، ودي نقطه محتاجه كل يشتغل عليها، مش مدير فني وعندك ثلاثه اربعه مساعدين ليك، اشتغلوا ويقعدوا مع بعض، ايه اللي تم، ايه اللي ناقص، ايه اللي مهم. فدي انا شايف ان دي نقط مهمه جدا لازم نركز عليها. طيب. مباراه الوصل الاماراتي في الظروف الحاليه شايف هذه المباراه ازاي مع الوضع في الاعتبار نتيجه مباراه الذهاب، انك اكيد لازم تعمل نتيجه ايجابيه هناك في الامارات؟ طبعا لازم تفوز، ولو تعادلت تتعادل بنتيجه اكتر من 2-3-4، وده طبعا ما نتمنهوش ان النادي الوصلي يسجل 3 اهداف عشان نتعادل معاه او 4 اهداف عشان نتعادل معاه. انت رايح تكسب عشان تتاهل لدور الثمانيه. بص، تحت اي ظروف وتحت اي جهاد وضغوط مباريات وتحت اي تاثير سلبي على الفشل، اسف نقول فشل، متاسف يعني كلمه صعبه جدا، ان احنا عدم النجاح في الحصول على بطوله افريقيا باي وضع وباي ظروف او مستوى بدني موجود او اجهاد، ما فيش شك ان في فرق كبير جدا بينه وبين الوصل الاماراتي. حتى الوصل الاماراتي ما بيمثلش قمه الكره في ترتيبه متاخر في الدوري الاماراتي، وكان في اخطاء الفتره الاخيره حتى تم تغيير الجهاز الفني بالظبط ترتيبه العاشر في 12 فرقه تقريبا الوصل الاماراتي، مع الفارق طبعا في الفرق في محترمنا، بس عمل مباراه كبيره ببرج العرب. هو كان موفق بشكل غير طبيعي واحنا كنا في اسوء حالاتنا، اعتقد ده مش هيتكرر، ان شاء الله نقدر نتخطاه باذن الله. طيب، ما بين مباراه الوصل بعد كده عندك السوبر المصري السعودي وانطلاق الدوري او استئناف المشوار يوم 1/12 مولين العرب، هو الـ 16 و25 لا مباراه افريقيا، مباراه الذهاب احد ايام 14 او 15 لا او 16 لا السوبر الافريقي، السوبر المصري السعودي يوم 26 نوفمبر. هيكون في مصر ان شاء الله. قبليه لا، قبليه ماتش الوصل الاماراتي. المشوار المحلي لسه هيستأنف من 1/12 مع ماتش المولين العرب. ولسه حتى هذه اللحظه الحاج عامر حسين ما حطش المؤجلات او مواعيد الاهلي ان شاء الله في شهر 12 في انما ماتش الوصل الاماراتي 22 ده اول مباراه الخميس، يوم الخميس القادم باذن الله، مش بكره اللي بعده باذن الله. تمام، احنا ما فيش لعب قبليه مش كده، ما فيش اي مباريات الا مباراه الوصل، بعد كده مباراه السوبر، بعد كده استئناف المشوار 1/12. دي الخريطه اللي محطوطه بشكل رسمي لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي طبعا، مع الوضع في الاعتبار يعني 22 ل 26 مش كده. هي المشكله مش في الوصل، المشكله طبعا في ال 26 4 بدل 23 ب 25 3 ايام بس. احنا انا شايف التركيز يكون على بطوله السوبر، واعتقد اي عناصر موجوده في النادي العربيه. كابتن محمود لا، ما دي الاسهل. ما هو في بص، ما انت قدام خيارين يعني، ايهما الاهم وايهما الاهم والاصعب والاقوى بالنسبه لمستوى المنافس؟ ما فيش شك مباراه السوبر مع اتحاد جده، الكره السعوديه متطوره، اتحاد نادي اتحاد جده بيمثل قمه، وعميد الانديه السعوديه بيمثل قمه من قمم الكره. فدي لازم يكون عليها التركيز، ان انا اركز عليها، لازم افضل اللاعبين والتيم الاساسي لازم يكون متواجد بشكل كامل في البطوله دي. طيب، عندك ما تنساش في نقطه مهمه، هي البطوله العربيه كمان، هي المشكله في التعاقد المادي. انما نادي الوصل، فرقه الوصل محترمنا كامل لنادي الوصل الحقيقه، انا شايف مش عايز اقول بدلاء، انما لازم يكون التخطيط للتركيز بشكل اساسي على مباراه السوبر. شايف ان توقيت المباريات ده فرصه جيده للاهلي ان هو يستعيد الحاله، الثقه تعود من جديد للجميع، انك تكسب وتتاهل لدور الثمانيه، تعمل بطوله مع ماتش اتحاد جده، عندك مباريات الدوري، بطوله افريقيا، يعني مش هتستنى سنه على بطوله افريقيا اخرى، انت في الشهر القادم مباراه الذهاب والعوده في منتصف ديسمبر، وتلعب دوري المجموعات في يناير، النهائي في مايو، يعني اقل من سنه ايضا بطوله افريقيا جديده. كل الظروف اللي موجوده ده ممكن نستفيد منها ونعمل طاقه ايجابيه عشان نتخطى. استاذ محمد، انت لازم تحط التصور للمرحله اللي جايه دي بشكل كامل. يعني المجموعه، يعني انا رايي الشخصي من دلوقتي، طبعا في ظروف استثناءات، في اجهاد او في لا قدر الله اصابه اللاعب او لعيب بيجي له ايقاف مش هيشارك في المباراه،
بس انا يعني ممكن جه التفكير والله في حاليا في زي نحاس كده التفكير، انا اخطط تصور التشكيل. طبعا التشكيل ده مش هيبقى ثابت، بس هيبقى في تغيير في 11 لاعب. انت بتلعب تغيير في 2 في 3 في 4 بالكتير اكيد، بس انا من دلوقتي انا عارف الوصل ايه اللي هيلعب تشكيل مين، ومين اللي هيلعب التشكيل اللي هيلعب مباراه السوبر المصري السعودي، تمام، وحتى مباريات ال 32 واحد 12 لا الواحد 12 الدوري العام ماتش المقاولين العرب دور 32 الافريقي يوم احد ايام 14 او 15 او 16 ديسمبر. يعني الفتره القريبه ديت الفتره دي يتحط تصور للتشكيل اللي هيلعب، تصور واحد يقول لك اعلام التشكيل قبل 3 4 ايام. انا عايز بس انا اقول فكره يعني، اتمنى وجهه نظرك انه تكون يعني سليمه، يعني احتمال تكون سليمه او غير سليمه، احتمال حد بيسمعني يقتنع بيها واحتمال حد بيسمعني ما يقتنعش بيها، وارد. يعني انا احط تشكيل مين اللي هيلعب النهارده السوبر الافريقي، ايه العناصر الاساسيه؟ السوبر السعودي، سوبر المصري السعودي، تمام، ايه اللي احط تشكيل متصوره وبناء عليه انا هنا اعمل برنامج تدريبي للمجموعه دي. يعني معنى كده والمباراه الوصل اللي قبلها مين التشكيل اللي هيلعب، تمام. انا عارف ان التشكيل ده مش هيبقى ثابت، في ظروف ممكن تبقى متغيرات بس هتبقى قليله مش كتيره، انما 80% اللي انا احطه اكيد هيلعب غالبا 80% من التشكيل اللي احطه. يعني ده يتحط له برنامج وده يحط له برنامج وده تصور وده تصور، بمعنى اللي هيبدا مباراه الوصل طول العربيه مباراه الاياب ده يتحط له برنامج غير البرنامج للمجموعه اللاعبين، مجموعه اللاعبين دول غير البرنامج اللي حط لمجموعه اللاعبين اللي هيلعبوا ماتش. دي مهم، لازم افصل، لازم افصل. يعني ممكن يبقى في جزء بدايه مباراه، في جزء ممكن يبقى في يعني يوم من الايام ممكن حمل متوسط للمجموعه يبقى كله بيشتغل عليها، انما هيبقى في اختلاف في وضع البرنامج وتخطيطه. يبقى المجموعه دي يتخطط لها بشكل وتحط لها دي يتحط لها برنامج ودي يتحط لها برنامج. انا وجهه نظري كده عشان ما تخشش في ايه؟ في اجهاد، يبقى لعيب بجهده ولعيب ما لعبش الماتشين ده، وكان ممكن لعيب ما لعبش الماتشين ده، خصوصا ان في تفاوت في مستوى الفرق. يعني مباراه الوصل نقول مستوى متوسط، مباراه دول 32 اللي هنبدا بيها بطوله افريقيا من بطل جيبوتي وبطل اثيوبيا، هقول مستوى متوسط، يعني دي من يعني دي كويس، يبقى دي يعني دي هتسهلك يكون اقل من المتوسط، لان الاهلي هيواجه احد فريقي ابا جيفر الاثيوبي او الجيبوتي تيليكوم بطل جيبوتي. يعني حتى على الخريطه الافريقيه الاسمين مش من الاسامي الكبيره في الفرق الافريقيه. ما انا مش عايز اقول اقل من المتوسط، انا بقول يعني متوسط لازم، يعني هنحترم الفرق ونقول متوسط. فانا اقصد لازم المجموعات دي تخطيط، مش عايز اطول وعيد في الكلام، دي يتخطط لها بشكل حتى لو مباراتين تخطيط والمباراتين اللي قبل كده. عندي فرصه في الوصل نلعب ببدلاء بعض العناصر الاساسيه والتركيز على مباراه السوبر المصري السعودي، عندي فرصه مباراه بعد كده هيبقى المقاولين العرب 1-12 بالظبط، هيبقى مباراه صعبه مفيش شك، وبعد كده العناصر الاساسيه واللي بعديها مباراه اللي هي 32 دور 32 مع بطل، وهتبقى متوقفه على القيد لان انت غدا ان شاء الله اخر ميعاد للقيد الافريقي هيتم ارسال القائمه بحد ادنى 23 لاعب. خلاص الكلام في لازم في وقت من الاوقات بتركز على مجموعه هتلعب على 3 ايام وتركز على مجموعه هتلعب بعد 6 ايام او 7 ايام، هل اشغل دول زي دول في التدريب؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. وانا عندي فرصه كويسه ان في عنصر اضعف بالنسبه للمنافس، فدي اكيد هتخليني تظبط البرنامج التدريبي وتخليني اقدر اعمل كده. طيب عايز انتقل من الاهلي للمنتخب الوطني وعنده استعداد لمباراه تونس في التصفيات الافريقيه، تاهلنا احنا وتونس، لكن حاله الربط ما بين الاهلي والمنتخب الوطني النهارده وليد سليمان من خلال تويته كتبها قال برفع الحرج عن الجميع ونهاء حاله الجدل، اعلن اعتزالي اللعب الدولي بالتوفيق دوما لمنتخب بلادي. وليد سليمان لعب مع منتخبنا الوطني 23 مباراه دوليه بواقع 1065 دقيقة، 16 مباراة ودية، 6 مباريات في تصفيات كأس الأمم، ومباراة في تصفيات كأس العالم. من خلال هذه الإحصائية وإعلان وليد سليمان الاعتزال اللعب الدولي، تعليقك على هذا الخبر وكيف تتابعه مع اختيارات المنتخب الوطني اللي عنده مباراة مهمة مع تونس خلال الفترة القادمة؟ ما فيش شك كلاعيبة محليين أنا عايز أقول للكابتن وليد سليمان يعني أديله وضعه أفضل لاعب في مصر، وحتى لو حطيناه
مع اللعيبه المحترفه في الخارج. يعني لو قلنا استثناء محمد صلاح يتفوق عليه، هو يكاد يتفوق على كل العناصر الموجوده حتى اللي بتلعب في الخارج المحترفه في الخارج. هو ده احنا مش متفقين عليه؟ متفقين طبعا على حاله وليد السليماني السنه دي كمان تحديدا. بس هو في منتخب عنده احسن لعيب في المنتخب في احسن لعيب عنده في مصر ما ياخدوش منتخب ومرشح احسن لعيب في دوري ابطال افريقيا. يعني ايه يقول لك بس متوسط العمر؟ اصل انت بتخطط ليه؟ طب ما انا ما اخطط لمرحله قادمه طويله، انا مش هخطط للمرحله الحاليه. طب ما انت ممكن نتائجك تكسوء كمدير فني وتمشي. انت مشكله عندك. احنا يعني وصلنا احنا وتونس لنهايه الامم 2019، كاميرون شهر 6 2019. انما ممكن هو فوزي المزرتي اقلوه، ما اعرفش كان بيلعب مباراه مش فاكر ايه بالظبط او يعني ورغم ذلك هو وصل حقق الهدف ورغم ذلك اقيل. انت سوء النتائج ممكن يعني انت في المرحله الحقيقيه في حاجه اسمها تخطيط. ماشي تخطيط بس ما يتغاش عن افضل العناصر. يعني لو في بديل انت شايفه بيلعب في مراكز اللعب اللي ممكن يلعب فيها وليد تمام ماشي، بس في التوقيت ده احط افضل عنصر. ده اعده ايه؟ اخده معسكرات معايا، يتدرب معايا، يلعب مباريات وديه. خطه قصيره المدى وخطه بعيده المدى. بالظبط بالظبط. انما ما مش 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 يفضل على احسن لاعب في مصر يفضل عليه في مباراه رسميه، لا. انما المباراه الوديه ممكن وليد ما يلعبش، ولاعب اللي هو هيلعب بعد سنه بعد سنتين ويبقى اعداد كويس ليه، وانا ببص في المستقبل ودي حاجه نحييك عليها. انما تيجي في افضل عنصر وتقول اصل متوسط الاعمار، متوسط الاعمار ما عصام الحضري لعب عنده 45 سنه ولعب كاس عالم. يعني لا طبعا مبدا مرفوض، واللي هو لو في كمنطق يرد على اي يرد على التساؤل ده اللي بيتساءله كل الخبراء وكل المدربين. بس تبقى في النهايه الجزئيه الاساسيه اللي بين قوسين وجهه نظر فنيه. ده مفيش وجهه نظر فنيه. وجهه نظر فنيه في حاجات احنا متفقين عليها. هو دي ملايين تقول الكلام ده، مش عشان انا شغال في الكوره يعني. لا مش وجهه نظر فنيه خالص. طيب ارتباط بعدين وليد على فكره كمان جوك لها في اي حته. يعني اذا كان في وسط الملعب في الجنب اليمين في القلب في اليسار يلعب ولو لعبت راس حربه هيلعب وعنده قدره ويمتلك كل حاجه الامكانيات المهاريه والبدنيه والفنيه وعنده تركيز في الملعب نواحي نفس يعني الفورمه الرياضيه عنده مكتمله. هي تويته بتعبر عن قيمه ومكانه لاعب احترم تاريخه ومشاركته مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه ومشاركته حتى مع المنتخب في بعض الاحداث، فهو قال لك ارفع الحرج عن الجميع وبقول كل التوفيق بقى للمنتخب في خلال هو الحرج. هو وقع عليه ظلم ربيع. يعني وليد الحقيقه يعني انا يمكن كان موجود الكابتن مختار مدير فني، كنت انا بساعده في بتروجيت، كان جالنا من الجونه. جالكوا كان من الجونه البتروجيت 2006 تقريبا. انا وهو اول سنه معانا انا شايفه كان احسن لعيب في مصر. هو الحقيقه ما خدش حقه الحقيقه يعني ما خدش حق. هو المفروض يكون في مكان افضل من كده. حضرتك بتقول 23 مباراه، ده المفروض يكون لاعب 123 مباراه على المستوى الدولي. والله في لو انا يعني شافت كتقييم ليه يعني المفروض يكون كده، المفروض يكون كده. في حاجه اسمها وجهات نظر في حاجه احنا متفقين عليها. طب ايه وجهات النظر في ايه؟ طيب مدى انعكاس مباراه الاهلي والترجي على مباراه مصر وتونس على المستوى الفني؟ أنا شايف عند اللعيبة اللي تتحمل المسؤولية، اللعيبة الرجالة العناصر اللي هي عندها ثقة في نفسها، أنا مستني الماتش ده. سواء كنت لاعب في النادي الأهلي أو بره النادي الأهلي. أنا بمثل مصر. تحدي؟ طبعًا تحدي. إحنا انتقلنا من تحدي الأندية أنا بتكلم فيها جوايا حماس يعني، جوايا حماس يعني. يمكن الناس مش حاسة بيه. يعني انتقلنا من التنافس بين الأندية للدولة. دولة بقى. يبقى الدولة الأهم ولا الأندية الدولة؟ المستوى الدولي أهم اللي بيمثله المنتخب. بالظبط بالظبط. أنت عندك عايز ترد اعتبار يعني مفيش شك. أنا شايف إن مباراة أو للأسف خسارة الأهلي البطولة الأفريقية المفروض بحس أنا هتكون ليها تأثير إيجابي على اللعيبة، وإن شاء الله بإذن الله طبعا الله أعلم بالغيب أنا بتوقع هنعمل مباراة كويسة هنكتسح احنا المباراة دي.
احنا هنكسر تونس ان شاء الله. طب شايف سيناريو المباراه ازاي يا كابتن محمود؟ سيناريو هذه المباراه مع الوضع في الاعتبار ان منتخبنا الوطني ومنتخب التونسي متاهل، انت بتلعب على زعامه المجموعه والصداره، لان كمان هيفرق معاك في التصنيف والرانكينج بعد كده لما تتحط على راس مجموعه في كاس الامم بالكاميرون. طبعا هم مهتمين، برضو هم يعني متصدرين على المستوى الافريقي وعلى المستوى العربي تقريبا في الترتيب، يهمهم طبعا. وكلمه من مصر، مصر حاجه كبيره طبعا، شرف كل واحد بيسعى دايما دايما، حماس الفرق افريقيا كلها مع يمكن بيزيد مع مصر بشكل كبير يعني. انما انا شايف برضو تاثير المباراه دي هيدينا يعني فرصه من ناحيه، مش بتكلم في الفنيه، ما هو الفنيه دي مش هتظهر غير ما يكون انت اعدادك للمباراه بشكل نفسي بشكل ذهني بشكل عقلي احسن. انما الفنيات مش هتخرج بدول. انا لو ما بذلش شخص مجهود، حجري كام؟ 8 كيلو بس، لو النواحي الصفات الارضيه عندي حجري 10 و12 كيلو. انا بدي مثال لحاجه فيها رقم يعني. فهي اللي هتخرجك، هي اللي هتعلم مستواك. بس هي مش عافيه. انا مش هقدر اخرج يعني مستوى فني عالي غير ما اكون امتلك هذا المستوى الفني عالي. بس هو مش هيخرج غير بالنواحي النفسيه ونواحي ذهنيه. فانا انا رايي الشخصي ده هنكون لو افترضنا ان احنا على المستوى الفني متقارب بحد كبير، بس الاعداد النفسي والذهني للاعبين انا شايف عندنا هيبقى فيه انفجار في الناحيه دي. طب دي المباراه يعني. المباراه دي افضل اختيار او افضل اختبار للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني؟ طبعا انت حضرتك قلت ان نقطه مهمه، لان المباراه السابقه ما فيهاش اختبار، تلعب فرق متوسطه، مش عايز اقول اقل من المتوسط، فرق متوسط. هو على المستوى الفني حسب ده اختبار حقيقي، حسب التصنيف كمان، اختبار حقيقي لامكانيات المدرب وامكانيات اللعيبه اللي موجوده من فترات سابقه، وفي عناصر جديده دخلت. تمام. يعني جنش يمكن، محمود جنش يمكن يبدا مرشح مثلا، في طارق، محمد طارق في المقاولين، في محمد محمود بن دجله، في اسلام جمال. ممكن تعتمد عليهم مباراه كبيره زي ديت؟ لا ما اعتقدش دول هيبداوا. لا انت هما لسه عناصر جديده في المنتخب كمان، ما خدوش عندهم حتى التاريخ الكبير مع المنتخب او المشوار او المباريات حتى الكبيرة. على المستوى مش هقدر افرض نفسي يعني. ممكن لاعب جديد لمستوى يعمل طفره. انا شايف محمود جنش قريب يلعب يعني، عمل طفره حقيقه، اديله حقه يعني، انا شايف يعني ياخد حقه. وفي نفس الوقت انا ما احبش اللي يقول لك ايه، دايما الناس يقول لك ايه، اصل هو مدرب هايل بتثبيت التشكيل. يعني تثبيت التشكيل يعني هو ما فيش اصابات، ما فيش فورمه رياضيه للعيب بتقل، اللعيب مش هيقدر يلعب على مستوى. انا بدي 80% هديها اسبوعين ثلاثه واسبوع اهبط، هديها ثلاث اسابيع واسبوع ثلاث ايام اهبط، وضع طبيعي يعني. ما فيش لعيب بيبقى على التوب على القمه في الموسم طوال ال 12 شهر، بتبقى بشكل تموجي، وضع طبيعي، ده علميا طبعا الناس كلها عارفاه. فما فيش حاجه اسمها تثبيت تشكيل، اي ماتش قاعد معرض، بس في حدود ان انا اغير مركز اثنين ثلاث العب في في في, في العدد ده. ف نرجع تاني للعيبه الجداد، انا شايف ان لو في فرصه حد فرض نفسه يلعب. طيب تغيير الجهاز الفني في المنتخب التونسي، يعني رحيل فوزي البنزرتي ووجود مراد الكعبي في التوقيت الحالي، ممكن يكون ليه تاثير سلبي على اداء تونس في مباراه مصر، ولا شايف التغيير ده مدى انعكاسه على الفريق في المنتخب التونسي؟ هو بص، سجلت كتير يا كابتن محمود. لا ما بفكر عشان ارد على حضرتك. هو في نقطه مهمه، ال 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 شايف ان عمليه نسبيه المستوى الفني، تدريب، امكانيات لعيبه، عندك مجموعه لاعبين امكانياتهم ايه، التدريب اللي بيورط بيطور هذا المستوى كل الجوانب، تطوره بدني وفني وخططي كل الجوانب. تمام، مستوى التدريب تمام، ممكن تكون بتحقق نتائج. هم شايفين في تونس انك برضو انك بتلاعب فرق متوسطه المستوى، انما هم ممكن يكون في شايفين الاداء مش قوي، يبقى فيه هبوط في الناحيه الفنيه، برغم انت كان حظك كويس في التوقيت دوت انك بتلعب مع مستويات متوسطه. تمام، في نقطه تانية احنا ما نعرفهاش بقى، الاجواء داخل الفريق. ممكن انا بلاعب فرق ضعيفه أكل. بس المؤشرات انك لا هتجد عقبات لو قابلت فرقه مستواها عالي كناحيه فنيه. في مشاكل تانية نفسيه، ممكن الاجواء، الثقه بين اللاعبين والجهاز الفني فيها مشاكل،
ممكن ممكن النواحي التنظيمية يعني ممكن تنعكس النواحي السلوكية ممكن النواحي يعني السلوك ممكن تنعكس إيجابا على أدائهم قدام مصر ولا ممكن تنعكس سلبا؟ مش عارف حسب أنت مش عارف الظروف المحيطة داخل المنتخب التونسي. إحنا ممكن نقيمها فنيا ماشي أوكي فنيا ممكن فنيا معقول والدنيا ماشية معاك بشكل مش بس في رؤية مستقبلية للمسؤولين هو شايف استمرار لا المؤشر في هبوط للمنتخب وشايف ان ممكن تستمر يبقى يجي هنا في التوقيت ده يقدر لازم يغير الجهاز يعني اقصد اقول لك بترجع للمستوى الفني والمستوى بقى النفسي داخل الجهاز والعلاقات اللعيبه ببعضها اختيارات المدرب في مشاكل كتير في النواحي الفنيه قد تكون خافيه او مش ظاهره نتيجه ان المنافس في مستوى متوسط طيب انما المسؤولين على علم بيها اكيد طيب سؤال اخير كابتن محمود هل منتخبنا الوطني يغير طريقه اللعب قدام المنتخب التونسي تشوف شكل مختلف تشوف اداء فني طريقه لعب ولا هيمشي بنفس الاطار اللي لعب بيه المباريات الاربعه السابقه هو في نقطتين يعني اولا الطريقه بتتغير على فكره في احداث المباراه يعني عايز اقول لك حاجه كان في ابحاث اتعملت انا فاكر كده بيعمل لقطه على الملعب كل دقيقه المباراه مثلا 90 دقيقه بيعمل 90 صوره وتشوف تشكيل اللاعبين هيبقى بنفس التشكيل اللي انت بتبدا بيه تلعب مثلا 3 5 2 مثلا هل هيبقى شكل ده الشكل ده موجود في الدفاع والهجوم ولا في تغيير ظروف المباراه ومواقف المباراه الافات المواقف فخد بالك التشكيل توزيع اللاعبين وانتشار ممكن الباك يسبق الجناح بتاعه ممكن اللي في وسط الملعب يسبق المهاجم اللي بيلعب يعني اقصد هي بتتغير يعني النقطه الثانيه ممكن انا العب بنفس الطريقه بس واجبات ووظائف اللي انا بحطها للاعبين ممكن تتغير يعني دي اثبت بس الواجبات تتغير هل هكمل ولا ما كملش هل هركز على الجانب الدفاعي اكتر يعني ممكن التشكيل يبقى ثابت والطريقه تثبت انما الواجبات اللاعبين تختلف هتلاقي شكل الاداء اللاعبين اختلف كابتن محمود صلاح انا بشكرك على هذا الحوار القينا الضوء قدر الامكان على الاهلي والمشوار في المرحله القادمه والمنتخب التونسي وكل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني امام تونس باذن الله في مباراه يوم الجمعه وعوده النادي الاهلي ان شاء الله وعوده النادي الاهلي المرحله القادمه نتمناه باذن الله باذن الله وعندنا اربع بطولات يعني ما ايه المانع ان احنا نكسبهم كلهم ان شاء الله شكرا لك كابتن محمود كانت فقرة مهمة جدا الفقرة الثانية النهاردة من برنامج الأهلي ليلة مع الكابتن محمود صالح أحد نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي ألقينا الضوء على المرحلة القادمة بالنسبة لفريق النادي الأهلي الارتباطات مستمرة الأحداث جارية عندنا مباريات مهمة في البطولة العربية كأس السوبر المصري السعودي الدوري العام وننتظر الجدول الرسمي خلال الفترة القادمة عشان نشوف مرحلة النادي الأهلي في بطولة الدوري خلال الفترة القادمة أحاديث كثيرة خلال الفترة الحالية فيما هو متعلق بمشوار النادي الأهلي وما هو قادم وبإذن الله يكون القادم بإذن الله أفضل من أجل جماهير النادي الأهلي والتوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب التونسي يوم الجمعة القادم شكرا جزيلا وبعد الفاصل زميري أمير هشام وفقرة استثنائية حوارية في ختام النهاردة برنامج الأهلي الليلة